منذ بداية التسعينيات ظهرت للثقافة نمطاً جديداً من أنماط الدبلوماسية الدولية، وهو الدبلوماسية الثقافية. ويزداد أثر الثقافة كلما تمكنت الدول من أدوات الجاذبة للتقارب والإقناع، فظهرت الموسيقى الدبلوماسية. لقاءنا يكون مع سعادة سفير ألمانيا السيد فرانك هابمان، وهنتكلم طبعا النهاردة عن عمق العلاقات المصرية الألمانية. Willkommen zu unserem Programm. Vielen Dank. Es freut mich sehr, in Ihrem Programm zu sein und herzlich willkommen Ihrerseits in der deutschen Botschaft. Also heute ist es was anderes, ein Konzert, und zwar gibt es Ägypter und Deutsche. Und man sagt immer, Musik ist eine Art, wie die Länder sich also näher kennenlernen. Also ich bin sehr stolz und froh, dass die Band Cairo Steps heute hier aufführt, nicht zum ersten Mal. Die Band gibt es seit mehr als 20 Jahren und besteht aus Deutschen und Ägyptern. Und sie verbindet die Musik von Jazz, von ägyptischen Elementen, arabischer Musik, auch mit religiösen Elementen des Islam in einer modernen, interessanten Weise. Und das steht symbolisch für die Freundschaft zwischen Europa und Deutschland und Ägypten. Und beide Musiker, die Ägyptischen und die Deutschen, spielen in Deutschland. Deutschland und in Ägypten, und das ist für uns ein starkes Symbol der Freundschaft und der Verbundenheit. Ist es eine Art und Weise, dass wir also Propaganda für Tourismus in Ägypten machen? Es ist keine direkte Werbung für Tourismus, aber Ägypten ist natürlich für die Deutschen immer ein Sympathiefaktor, auch wegen der historischen Stätten, auch wegen der wunderschönen Strände. Dafür braucht man gar nicht so viel Werbung zu machen. Aber die Kultur, die Musik, die uns hier verbindet, ist ein bisschen tiefer und sie geht in die kulturellen Traditionen unserer beiden Völker. Und Sie sehen ja hier die vielen Leute, die hier sind, wie viele Fans die Cairo Steps in Kairo haben. إن البشر يختلفون في ثقافاتهم وطباعهم، ولكنهم يجتمعون في موسيقى الطبيعة حولهم. فلغة الموسيقى نافذة بنفسها للجميع دون حاجة إلى وسيط. أهلا بيك، منورنا ومشرفنا. مرسي، أهلا بيك، أهلا وسهلا، سعيد أني معاكم النهاردة. دايما بنقول طبعا إن النهاردة هو يوم مختلف، فإحنا عندنا النهاردة في مزيج كده من الثقافة الألمانية المصرية، وطبعا بما إنك يعني خريج المدرسة وطبعا ثقافتك كلها ألمانية، فخلينا نتكلم على مدى عمق العلاقات المصرية الألمانية من خلال الفن. العلاقات المصرية الألمانية علاقات أكتر من رائعة، في احترام كبير قوي بين الشعبين، احترامهم لحضارتنا المصرية يعني لا يوصف، لأن الألمان بيحبوا البرفكشن أو الإجادة والإتقان، فبياخدوا كده من وحي الحضارة المصرية القديمة هذا الكم الرائع من الإنجازات اللي العالم كله فعلا مبهور بيها، فهم احترامهم كبير جدا لمصر والشخصية المصرية من أول تاريخنا لحد النهاردة. لاحظت كمان بمناسبة العلاقات الثقافية ان في انفتاح كبير جدا من ألمانيا على مصر وعلى العالم كله. يمكن الشخصية الألمانية كان معروف عنها ان هي بتحب الشغل، بتحب الإجادة، مركزة قوي فيما يخص النواحي العملية، ولكن مؤخرا انفتحوا على الفنون بشكل رائع جدا. ويكفي النهاردة حدث زي الإيفنت بتاع النهاردة ان بيعملوا انشاد ديني صوفي، ده حاجة طبعا ما كناش بنشوفها زمان، فطبعا ده تطور كبير جدا في الرؤية الألمانية لمصر والمنطقة العربية، وأنا سعيد بيه جدا، وأكيد ده هيعمل تقارب كبير جدا بين مصر وألمانيا أو بين الدول العربية وألمانيا عموما. شايف إنه فكرة يعني خليط من يعني الموسيقى الألمانية والإنشاد الديني بالنسبة لنا، إنه ده ممكن يكون يعني نوع من
يعني الجذب للسياحه من نوع مختلف؟ ما فيش كلام، هو دايما في فلسفه السلام او فلسفه الانفتاح على الاخر او فلسفه حوار الحضارات، ان كل واحد منا يكتشف الاخر. احنا النهارده بقينا في عالم متصل جدا بسبب السوشيال ميديا، بسبب الفنون، فاعتقد ان ده بيؤدي لتقارب كبير جدا بين الشعوب، والفن او الغناء طبعا احد اهم هذه الوسائل التقارب. قامت سفارة ألمانيا بالقاهرة حفلا موسيقيا لفريق كايرو ستيبس، وهو فريق جاز صوفية عالمية يتكون من عازفين ألمان ومصريين، والذي قام بتقديم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز. يقوم فريق كايرو ستيبس بدمج أساليب مزيكا متنوعة من مختلف أماكن العالم، وبالتالي دمج التقاليد المصرية الشرقية مع ارتجالات مزيكا الجاز الحديثة. الحقيقة ممكن احنا النهاردة بنتكلم على القوة الناعمة، وبنتكلم على يعني ان القوة الناعمة هي بتكون اقصر الطرق الى تقارب الشعوب، ويمكن احنا شايفين ده من خلال العلاقات المصرية الألمانية من خلال اليوم. مظبوط حضرتك، زي ما احنا شايفين ان العالم النهاردة اصبح قرية واحدة ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا بلا شك، وخصوصا علاقتنا بألمانيا من سنين طويلة علاقات استراتيجية كبيرة، مش عايزة كلام، لأن الكل بيعرف أن مصر بتمثل الثقة الدولي والإقليمي والمركزي للكرة الأرضية عموما يعني، وبالتالي تمتعها بالثروات الطبيعية، طبيعي أنها تكون قبلة للعالم الغربي أو الشرق الأقصى يعني. تمام، فمن هنا علاقات مصر بالغير عموما خصوصا ألمانيا كبلد أوروبي أو غربي هي علاقات متينة وتتمتع بثقل كبير، خصوصا الشق الاقتصادي. يمكن أكثر الاتفاقيات الاقتصادية في محيط الاتحاد الأوروبي ألمانيا لها النصيب الأسد في المسألة دي يعني الحقيقة، وإحنا بنحب الألمان، بس أنا شجعت أسبانيا في الماتش اللي فات يعني، إنما هي كرة القدم يعني. فإحنا بنتكلم على علاقات إنسانية بترتكز على ثوابت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية بلا شك لها مردود بنلمسه في اللحظة اللي إحنا عايشينها النهاردة، وهو التقارب المصري الألماني بشتى صوره بلا شك. تتأثر المزيكا التي يقدمها الفريق بالمزيكا الروحية والتقاليد الصوفية، وذلك بالتناوب مع الإيقاعات ذات انسجام قوي. وكان تأسيس الفريق عام 2002 من قبل الملحن والعازف المصري المقيم بألمانيا باسم درويش، حيث حقق شهرة واسعة. ويشاركهم أيضا الشيخ إيهاب يونس، هو منشد الذي حباه الله بحنجرة ذهبية ليرتل بها آياته ويعزف بها على أوتار القلوب، وهو يحلق في رحاب السماء والخشوع بأحلى الابتهالات والتواشيح الدينية.
اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا ازي صح. يمكن احنا النهارده بنتكلم على مزيج ما بين مصر والمانيا من خلال الفن، ويمكن احنا هنشوف ده من خلال الانشاد الديني، ولكن حضرتك قدمت عدد من اللوحات اللي بتوضح يعني مزيج من يعني الانصهار بين مصر والمانيا من خلال اللوحات الفنيه. ده سؤال جميل جدا في الحقيقه، لانه الموضوع ده له شقين. الشق الاولاني انه في اللوحات اللي الناس توحيتها كانت عن المونوتيزم او الاديان السماويه ثلاثه، والخامات بالكامل في الحقيقه انا جبتها من المانيا، لانه كان الفكره بتاعت المعرض هو مزج او طرح فكره التصالح ما بين الاديان كلها باستخدام عنصر مشترك الا وهو الاشجار. فانا جبت زي ورق شجر معالج طبعا من المانيا، واستعملته في اللوحات اللي بتعبر عن الاديان ديت. وفي نفس الوقت انا السنه دي في شهر 9 عندي معرض في المانيا في مدينه لايبزيج بتكلم عن نفس الموضوع. حضرتك بتشوف انه الفن ممكن يكون يعني بيعمل نوع من التقارب ما بين الشعوب من خلال المعارض، من خلال التعرف على يعني سمات وعادات وتقاليد الشعوب؟ طبعا طبعا، يعني من زمان جدا يعني بنقول انه اللغه المشتركه ما بين الشعوب كلها، مش بس اللغه اللي هي المنطوقه، لكن الفن لغه تانية ليها بعد ثقافي، ليها بعد اجتماعي كمان، لانه دي اللغه المشتركه اللي الكل بيفهمها، هي لغه الجمال، هي لغه المعاني المباشره وغير المباشره، هي ازاي ان احنا تو ديبكت او ان احنا نصور شيء عن بلد عندنا افكار عنه، وازاي نوصل هذه الافكار للمجتمعات بتاعتنا، كان كل فنان ممكن يكون سفير لبلده للخارج والعكس صحيح. الموسيقى هي التي تقوم بتقارب بين الشعوب بعيداً عن الدبلوماسيات الجامدة، حيث أن مصر لها دور رائد وعظيم في هذا المجال. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك، ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحقيقه النهارده احنا عندنا يعني ايفنت كده لطيف جدا ما بين مصر والمانيا، وهو كايرو ستيبس، بنتكلم على اهميه طبعا العلاقات المصريه الالمانيه من خلال طبعا الحكايات والتراث. طبعا دي القوة الناعمة اللي احنا بنعتمد عليها. مصر هي بلد القوة الناعمة من زمان جدا، ومن سنين، ومن يعني نقول ايه تلاتينات القرن الماضي احنا الدولة الرائدة في الشرق الاوسط في مجال السينما وفي الموسيقى وفي الغنى، وكنا احنا السنتر، ولازلنا طبعا ان احنا السنتر اوف اتراكشن للدول العربية وللشرق الاوسط وهكذا. فالقوة الناعمة سلاح بجد احنا محتاجين نستفيد بيه اكتر من كده بكتير. يعني دلوقتي احنا في خطوات حقيقية لدمج او يعني لارساء علاقات قويه بين الشعوب وبعضها في مجال القوى الناعمه دي اللي هي الفن، اللي هي جزء من التراث الثقافي غير المادي. انا يعني متخصصه في جزء اسمه الانتانجبل كالتشرال هيريتج، اللي هي التراث الثقافي غير المادي، اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، الغناء والموسيقى والرقص الايقاعي والرقص الشعبي والحكم والامثال وهكذا. فده الاعتماد عليه، لان دي هي ممارسات الانسان، ممارسات الاجتماعيه للانسان. فالاعتماد على ده يعني بجد ممكن يعمل طفره نوعيه كبيره جدا في مجال الثقافه، في مجال التراث. خلينا نقول كمان انه الالمان عندهم اهتمام وولع كبير جدا بالاثار المصريه والتراث المصري، والحقيقه كمان يعني هم مهتمين جدا باثارنا، وعندنا اكتر من بعثه بتعمل في مجال الاثار. حقيقي ده حقيقي جدا.
العلاقات المصرية الألمانية في المجال ده علاقة قديمة جدا وعلاقة رائدة جدا، ويعني يعني كل مادة بتكون أكثر قوة وأكثر يعني وثيقة أكثر، وإحنا دورنا كجانب مصري وجانب ألماني هو تقوية هذه العلاقة فعلا من أجل الشعوب المصرية والألمانية. إزاي التقارب ده ممكن يكون من خلال كل اللي إحنا بنعمله ده من أنشطة ومن فن وهكذا. خلينا نقول ان انت طبعا لغتك الاساسيه فرنساوي، وكل المهتمين كانوا بالاثار ومكتشفي الاثار طبعا فرنسيين. صحيح طبعا، هو الفرنساويين برضو ليهم باع طويل جدا في مجال الاثار المصريه، وده انعكس على الشعب الفرنسي نفسه، لان معروف كلمه الايجيبتومانيا دي هي ظهرت في فرنسا بشكل اساسي، ولا زالت لان حاجه جميله قوي بتحصل في اوروبا، ان التركيز على التاريخ المصري والاثار المصريه عند الأطفال في المدارس قوي جدا بشكل جامد، يمكن أكتر من عندنا، يعني بمعنى أن هم الأطفال بيبقوا على دراية بالتاريخ المصري بشكل رهيب، وبيفضلوا سنين عمرهم يعني لغاية ما يكبروا يقعدوا يحوشوا عشان يجوا يتفرجوا على الحاجات اللي احنا اللي هم شافوها واللي سمعوا عنها في المدرسة وهكذا، فيعني ده مهم جدا. جسور ممتدة بين مصر والعالم.